أوقات بيبقى عندي مشاوير في أماكن كتير وفجأة ألاقي قلق وخوف. أيوه، الناس عندها قلق وخوف إنها تاخد لقاح كورونا، وفي ناس بيجيلها رعب بعد ما تاخد اللقاح. ما هو اللي اتقال كتير ويخوف، اللي يقولك إزاي أخد حاجة ما حدش جربها 3 سنين على الأقل، ده بيجيب الجلطات، ده كمان ممكن يجيب عقم للرجالة، وكمان يأثر على صحة الستات، وكمان ممكن تجيلك حساسية ومش هتخلص من عندك. أما أكتر حاجة صدمتني أما سمعت إن أنت 2 سنين وتموت. المحظور مع عماد يسري. طبعا في الأول كنا مقلقين بسبب الكلام اللي كنا بنسمعه وردود الأفعال السلبية، إن هو ليه مضاعفات وخطر وجلطات والكلام ده، بس يعني ما لقيناش مثلا نسبة حالات كبيرة مثلا للحاجات اللي اتقال عليها دي. أنا دكتور أمير، أخصائي جراحة عظام. كان عندي خوف من المصل زي أي إنسان، وده شيء طبيعي، بس أنا شخصيا سألت زملاء وذاكرت وعرفت إن وجود المصل في حياتنا مهم. أنا جسمي بيجيله حساسية من أي حاجة. في ناس كتير قوي خوفتني إن أنا أخد اللقاح فيجيلي حساسية، وناس تانية بتقولي عادي ده مجرد علاج للفيروس فمش هيجيب لك اي حاجه. وبعدين هو كده اخده ان اجباري على اي مصلحه حكوميه بخلص فيها اي ورق الايام الجايه هيقول لي ان لازم ابقى اخد اللقاح. ده حتى الاستاد لما اجي مثلا اتفرج على ماتش كوره لازم ابقى اخد اللقاح عشان خاطر اعرف ادخل الاستاد. هو محظور ان احنا نخاف؟ اكيد لا، لكن محظور عليك اللي انت تسمع كلام وانت ما تسالش هو صح ولا غلط. وعلشان كده كان في دكتور لازم ألجأ له، هو كان الدكتور اللي عالجني أما اتحجزت في المستشفى وقعدت شهر بكورونا في العناية المركزة. دكتور عمر أحمد علي، طبيب أنف أذن وحنجرة، وكان مشرف على قسم العزل في مستشفى من المستشفيات. العالم كله عنده شك، وإحنا بيجينا شك من أي حاجة جديدة، خصوصاً من اللقاح محدش جربه 3 سنين عشان نعرف إذا كان صح ولا غلط. اللقاح ده عبارة عن إيه؟ هو عبارة عن فيروس، سواء فيروس خامل أو فيروس ضعيف أو جزء منه، هو بيدخل الجسم بيدي فرصة للمناعة بتاعتنا إن هي تكون جيش يدافع عن متلقي اللقاح ده لو تعرض لفيروس كورونا بعد كده. الكلام العلمي ده بنسمعه كتير، ده في ناس ما بياخدوش الأسبرينة وبيخافوا من أي دواء. اللقاح هو مش دواء زي المواد الفعالة والسموم اللي بتتاخد عشان خاطر تعالج أمراض تانية، هو عبارة عن الفيروس. تخيل، بيقول اللقاح جايبينه من شمبانزي، يعني أنا أخد لقاح من قرد؟ على فكرة في أدوية كتيرة جدا بتبقى مستخلصة أصلا من الحيوانات، فلو هنتكلم بشكل أوضح عن الأسترازينيكا، يعني هو عبارة عن فيروس بيصيب بعض أنواع الشمبانزي، فبناخد الفيروس ده بنحقن جواه جزء من فيروس الكوفيد او جين معين من فيروس الكوفيد، لكن هو مش من الشمبانزي بشكل صريح، هو مجرد ان انت فيروس بيصيب انواع من الشمبانزي. طب معلش بقى، ما هي اوروبا تعبت تاني والحالات زادت فيها. اللقاح في حد ذاته مش بيمنع الاصابه من فيروس كورونا، دي معلومه مهمه جدا، لانك انت لما بتاخد اللقاح هو ده مش هيحميك من الاصابه، هو كده كده ممكن يحصل اصابه، بس الفكره كلها ان هو بيقلل الحده من الاصابه. طب ازاي اخد لقاح فيه مواد متركبه؟ ما ممكن تجيلي حساسيه او جلطات. اللقاح عباره عن فيروس وبعض المواد البسيطه جدا اللي هي لا تسبب اي نوع من انواع الحساسيه، يعني المفروض ان اللقاح ده كانك جالك كورونا، بس كورونا ضعيفه قوي. بس الفكره كلها، طب انا ليه اخلي الكورونا تدخل جسمي؟ عشان بس دي الطريقه الوحيده اللي تخلي جسمك يعمل مناعه ضد الفيروس ده. انت بتقول لجسمك او للجيش اللي موجود في جسمك يتدرب على الفيروس الضعيف ده، بحيث لما يجي منه القوي بعد كده يكون جاهز ويعرف يقضي عليه ويعرف يتعامل معاه. طب اللي خد الجرعه الاولى وهيسيب الثانيه، هو كده يعتبر كانه ما خدش اللقاح، يعني كانه ما خدش حاجه. في ناس كتيره عندها قلب وسكر وضغط وحساسيه من ناموسه لو مشيت على دراعها، تعمل ايه؟ طبعا الامراض المزمنه والحساسيه والسكر والضغط والقلب وكل الكلام ده، ده سبب ادعى واقوى انك تروح تتوجه تاخد اللقاح، لانك انت كده معناها ان مناعتك ضعيفه. الناس الكبيره في السن مرعوبه، وفي ناس قعدت اسبوع جسمها مكسر وكمان نفسها رايح وكمان سكرها وطي، حاجات كتير قوي حصلت لها، يعملوا ايه؟ على فكره في بعض الاطباء الكبار جدا بيقولوا انك لما تحس بسخونيه او صداع او تكسير جسم او تعب بعد اللقاح انت المفروض تفرح. ليه بقى؟ لان ده بيبقى زي دليل ان اللقاح ده شغال معاك كويس، وان المناعه ابتدت تشتغل وابتدت تدي رد فعل قوي
فبالتالي انت كده ماشي في الطريق الصح بتاعك. طب ايه رايك في الدواء اللي ظهر في انجلترا انه بيعالج كورونا؟ اول علاج على مستوى العالم يكون عن طريق الفم ضد الفيروس ده. طبعا ده بيتاخد في اول 5 ايام من الاعراض وبيبقى ممتاز جدا وبيقلل الحده بتاعه الفيروس وانتشاره في الجسم بشكل كبير جدا. المحظور مع عماد يسري. يا ترى بعد ما اخترعوا الدواء الجديد اللي بيعالج كورونا، لو حد مننا جات له كورونا وهو ما كانش خد اللقاح، هيخاف ياخد الدواء لان هيقول ان ملحوش يجربوه، ولا هياخده عشان ينقذ نفسه؟ خدوا بالكم، هو ده بالظبط لقاح كورونا. كل التحيه.